أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم معانا وفترتنا مفتوحة زينة وطعم البيوت. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلتي العزيزة دعاء عبد المجيد. أهلا يا دعاء. برحب بيك يا منى، أهلا بيكي، منورة الدنيا. لا أنت اللي منورة الدنيا زي ما مشاهدينا دايما كده منورينا، ونتمنى حلقتنا النهاردة إن شاء الله تعجبكم بفقراتنا اللي دايما متعودين أو بنبقى متعمدين أنا ومنى وفريق الإعداد إن هي تكون فقرات متنوعة بمواضيع مختلفة. هنديكم دلوقتي فكرة سريعة عن مواضيع الفقرات واللقاءات اللي هقدمها بالتبادل أنا ومنى، وأول لقاء بيكون عند منى. النهاردة معانا لقاء هيكون مطول شوية لأن عندنا ضيفة استثنائية، استثنائية إن هي مبدعة مصرية أصيلة. السن ما عندهاش فيه كلمة إن أنا سني وصلت لسني كذا، معناها صغيرة، لكن ابتدت تعرف وتتعلم حاجات كتير جدا. أنا هسيبكم تشوفوا قد كده هي إنسانة مبدعة وكرياتيف، ودخلت في مجالات الواحد ممكن يفكر لو من 20 سنة يقدر يخش المجالات دي يقدر يعمل ده. ده اللي هنشوفه النهاردة مع ضيفة متميزة ومبدعة، المهندسة والكاتبة منى دغيدي. يعني تقديمة كلها تشويق وسسبنس، وانا شخصيا يعني شوقتيني ان انا اصلا عمال اكتب اقول وراها اكتب ايه. لا هو فعلا معلومات وديتيلز صعب ان انت تجمعيها كلها في التقديمه كده. هنعرفها اثناء لقائك ان شاء الله. والنماذج دي دايما انا ببص لها بمنتهى الانبهار، ودايما ببص لهم كده بيدوني طاقه ايجابيه وبيحسسوني ان دايما في امل. يعني ان الواحد يستفيد بوقته احسن من كده. انا بتكلم في لقائي الاول عن السمنه، مشكلة السمنة، أنظمة الرجيم المختلفة، إيه الجديد فيها؟ أنت أول ما قلت يعني سمنة رحت شفت بطني. يعني ما فيش حد ممكن يقول أنا وزني كده تمام أنا مش عايز أخس، لا إحنا يعني قليل منا قوي اللي بيبقى راضي عن وزنه، إحنا على طول في حالة دايت. فإيه الجديد بقى؟ زي ما بيكون في حالة دايت جديد وفي تطوير في كل مجال، أكيد في جديد وتطوير ومعلومات جديدة برضو في مجال الدايت والرجيم وأنظمة الرجيم مختلفة. وإحنا عارفين إن ألف به أي دايت الإرادة، تفعيل الإرادة، وفعلا بتأثر على الحالة النفسية جدا. إن أنت تبقى في الوزن المطلوب أو بدأ رجيم وشايف نتيجة قدامك، ده في حد ذاته بيفرق جدا في الحالة النفسية. فده هيكون موضوع لقائي الأول. منى عندها اللقاء اللي بعدي. اللقاء اللي بعدي هنستكمل مراحل من ضيفتي النهاردة، وهنشوف مراحل كتير ما بين نحت، ديكوباج، كتابة، اكسسوارات والتفصيل وحاجات بقى كتير جدا. زي ما قلنا ان التفاصيل كتير جدا لان الضيفة ثرية جدا. أكيد. انا في اللقاء التاني بتكلم عن دمج ذوي الهمم مع المجتمع من خلال مبادرات مختلفة، اولها مبادرة يلا نتطوع، وهي واحدة من مشاريع يعني او من مشاريعها الكبيرة المهمة جدا، واللي بتشتغل فعلا على ارض الواقع وليها نتائج. هي مبادرة معانا لدمج الهمم، دمجهم بقى يعني بنتكلم بشكل اساسي في التدريب على الحرف اليدوية والتراثية والفنية. بكده نكون ادينا لكم فكرة عن مواضيع لقاءاتنا في حلقتنا النهاردة انا ومنى. بعد الفاصل منى بتبدأ معاكم اول لقاء ليها. السن مجرد رقم موجود في البطاقة، السن مجرد احساس ان انا ببتدي مرحلة جديدة في حياتي، ابتديها سواء ببتدي حاجة from scratch يعني من البداية خالص، حاجة ممكن ما يكونش عندي فكرة عنها لكن عايزة استمتع بيها في مرحلتي الجديدة. ازاي اقدر اعمل ده؟ وازاي يكون فعلا عندنا الارادة وعندنا التحدي وعندنا الحب والشغف يفضل مستمر معانا في مراحل عمرنا؟ انا معايا النموذج ده اللي بيقول الكلام ده واكتر اللي هنشوفه النهاردة، وضيفتي الجميلة الكريمة المهندسة والكاتبة استاذه منى دغيدي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. هو السن مجرد رقم موجود في البطاقة؟ أكيد. الأول عايز أشكرك على المقدمة الحلوة قوي اللي قلتيها في الأول خالص. ربنا يخليك. ميرسي جدا جدا. لا حضرتك تستحقي وأكتر، لأن المشاهدين هم اللي هيحكموا. ربنا يخليك. وهيعرفوا إن أنا معايا ضيفة ثرية في مفرداتها اللي عملتها واختارتها واللي كونت بيها شخصية هي من الأصل متفردة وتفردت. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. أبتدي معاكي لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
نبتدي منين الحكايه؟ هل ابتدت معاكي ازاي؟ كتابه ولا نحت؟ ولا ان جيت بكلمك في قبل الهوا بقول قلتي ما نسيتوا يا جماعه التفصيل وده وكروشيه وانا صغيره. طب طب ما انت حضرتك ما زلت صغيره، فاحكي لي بقى. انا والدي ومامتي بتشتغل على طول الهوانم بتوع زمان، كان مش هوانم، مامتي كانت شقيانه برضو يعني الحمد لله. على فكره الهوانم الهانم بتتقال على الست اللي ليها قيمتها وعارفه قيمتها عند اللي حواليها، مش مجرد تايتل بيتقال. لا بالعكس، ست قاعده هنومه قاعده ببيتها حتى لو ما اتعلمتش حرف واحد. ده حقيقي. لا مامتي كانت متعلمه الحمد لله، وكانت بتشتغل دايما الاوبيسون والحاجات دي. والدي انا يعني دايما لازم يوم الجمعه ده عنده اصحابه في اوضه المكتب بتاعته في البيت بيرسموا، وكل واحد ليه اللوحه بتاعته. فانا نشات في البيت كده، ان في ماما بتعرف حاجه بتعملها بايديها، وبابايا نفس الحكايه. لوحدي ما اعرفش يعني، سبحان الله بتبقى حاجه انت الواحد طلع عليها خلاص يعني. ابتديت اول حاجه كانت التفصيل، وده اتعلمته من والدتي رحمه الله عليها. وكانت التفصيل هي اضطرت ان هي تتعلم التفصيل، لانها عارفه ان انتوا مريتي بمرحله هنعرفها برضو. ظروف كانت تحتم ان هي لازم تعمل لنا حاجه عشان توفر الفلوس، ده بعد التهجير. فده بالنسبه للتفصيل. الكروشيه ده فترة نيجيريا، لما سافرت نيجيريا واشتغلت هناك كان معايا صحبة رائعة من الفلبينيات، دول ما شاء الله يعني هم بيتكلموا بيعملوا كده يعني عارفة، مفيش ما يضيعوش وقت. ويوم السبت ده يبقى لازم يجيبوا كل الحاجات اللي هم اشتغلوها في أثناء الأسبوع اللي فات ويعرضوها على يعرضوها على بعض. كل واحدة بقى يعني إيه، مفيش ما بيبيعوش ولا حاجة، بس كل واحدة بتتفاخر بالعمل اللي هي عملته. ابتدوا يعلموني وابتديت اشتغل، وابتديت اقرا اي بتاع تصميم بس بالانجليزي للاسف، يعني انا بقرا بالعربي دلوقتي ما بعرفش. اي تصميم اقرا انفذه على طول. هم ده اتعلمته من الفلبينيات. بالنسبه مثلا للبتاع لما بقى بعد الستين ابتديت بقى احنا مش بنغسل العين يعني، مش بعد 60 يعني بعد 63 كمان بعد 63 لما رجعنا من ابو ظبي ابتديت اتعلم حاجات جديده. طب تسمحي لي بس استاذه منى او باشمهندسه منى او الكاتبه منى، ان اقول لحضرتك زمان او الشباب يقولوا لنا ايه، انتوا جيل ما لكمش دعوه بالسوشيال ميديا، ما لكمش دعوه بحاجات الفيسبوك. انا حاسه ان انت رديتي عليهم رد عملي. مش رديتي عليهم عملي؟ الحمد لله. رديتي عليهم ازاي بقى؟ بصي انا كان في فترة الكورنتين كنت ممنوعة تماما من ان انا اخرج بره البيت خالص، علشان حتى اولاد او يعني احفادي وحفيدتي ممنوع ان هم يخرجوا، عشان هم بيبقوا قاعدين معايا فترة طويلة. تمام. انا عندي تليفات في الرئتين فالحمد لله، فكان ممنوع عليا ان انا 6 شهور ونص حجر صحي قاعدة في البيت. فكنت اجي على بالليل هم بينزلوا لي الصبحية الاولاد، نقعد نشتغل، نعمل بيكينج، نعمل زراعة، أحكي لهم حكاوي بتاع على الساعة 7:30-8 بالكتير يطلعوا على بيوتهم فوق. وأقعد أنا أول مرة قاعدة وبسمع التلفزيون وأنا بشتغل على الموبايل، لقيت الشيخ سيد النقشبندي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. دي بقى دي كانت، وإحنا في بورسعيد كانت بتخلينا في حالة روحانية رهيبة. هي كلنا الجسم الواحد، أنا بحس إن أنا بتنقل لعالم من الروحانية والرقي. بتطلعي بتطلعي فوق بالظبط كده. رقي في المشاعر غير عادي. ده حقيقي. بعد كده مولاي بقى عملت فيكي. وايام ما كنا في التهجير لما كنت اسمعها كنت بكاء مر، وكنت لدرجه عشان ما حدش يحس بيا كنت احط المخده على راسي عشان ما حدش يحس بيا وانا بعيط. بدون ما اشعر رحت ماسكه الموبايل، وانا منى مصطفى كامل الدغيدي مواليد بورسعيد كذا كذا كذا، والدي كذا، والدتي كذا وبتاع. وكانت اول حكايه احكيها. حكيت دي اول حكايه. لقيت قلت فيها ايه الحكايه الاولانيه، ان انا فلانه الفلانيه وعشت في بورسعيد وهجرنا قلتي احساسك في الوقت ده وان انا كان احساسي في وقت الهجره ده كان
كان صعب قوي ان انت تبتدي حياتك ابتداء من 15 سنه، كان صعب جدا. يعني عندي 15 سنه ومحدش يعرفني خالص في المكان اللي انا فيه، لما داخله على العالم مجهول بالنسبه لي تماما تماما. وبعدين ليا انشطه كتيره جدا في بورسعيد وبغني ومش عارفه ايه في الحفلات بتاعه المدرسه وكده، وانتقل الى مكان اخر ولا حد يعرف عني اي حاجه. ده بالاضافه بقى الى كمان الى الهبوط شديد جدا في الدخل، لان والدي ما فيش عيادات، ما فيش اللي هو مرتب المستشفى، فما فيش يعني، فلازم يعني الكواليتي اوف لايف او حاجات تماماً. حياتك اتغيرت تماماً. بمفرداتها بالظبط تماما. ده يعني انا ببتدي كأن بيبي بيبتدي بس عنده 15 سنه، بيبتدي لسه على الحياه بقى ويتعلم المشي، يتعرف على الحياه واتعرف بقى على البنات اللي زمايلي في الفصل بتاع مثلا الحفلات وكده. اهوت كان في عندهم فيروس بتاعتهم بتاعت المدرسه. انا جايه بقى، كنت فيروس بورسعيد دلوقتي ولا حاجه خالص ولا حد يعرفني. اللي انقذني الحقيقه الحمد لله قبل اقبال كانت مدرسه الموسيقى بتاعتنا في المدرسه في اعدادي في بورسعيد. يعني طبعا اكيد، وهي اللي عملت فيكي حاجه، قالت لهم قالت لهم منى بتعزف بيانو حلو قوي، هم عندهم فيروس خلاص. حضرتك بتعزفي؟ اكتب ايه؟ ما شاء الله بيانو، كتبنا واحد بيانو. على فكره علمت نفسي البيانو، لان والله انا والدي فوجئ وانا في الجيف حضر حفله، ففوجئ ان انا اللي بعزف للبنات على البيانو الموسيقى بتاعت الرقص. لا انا يعني كنت بروح ادرسه واصر ان هو يجيب لي جاب لي مره في عيد ميلادي، قال لي روحي بعدي، لازم في عيد ميلادي لازم اعدي عليه في العياده اخد العيديه وبعدين اروح. قال لي العيديه بتاعتك في البيت، روحي دلوقتي على طول. روحت لقيت بيانو. كانت في مدرسه في معهد الموسيقى العربيه بتبيعه، فبابا اشتراه منها بهديه عيد ميلادي لما شافني بعزف. عيد ميلادك كام؟ لا مش فاكره، بس من زمان قوي يا منى. لا مش والنبي بتقولي من زمان قوي. من زمان. لا مش من زمان، 17 18 يعني بعد المرحله اللي هي. لا 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 قبل، انا واخده ثانويه عامه 16 سنه. دي بتغيظني. طيب قبليها يعني مثلا قولي كان 13 او 14 سنه. ما شاء الله. ما شاء الله. فاصر بقى ان انا اتعلم نوته. ده في مرحله لما كنت لسه بورسعيد. اصر ان انا اتعلم نوته، وجاب لي استاذ فعلا راجل فرنساوي وكده، لم افلح. والراجل المدرس قال له سيبها، لان هي بتسمع الحاجه وبتطلعها على طول، سماعي كويس قوي ما شاء الله. وداني قصر الثقافه بورسعيد، واصر ان انا برضو لازم اتعلم نوته، الى ان مدير القصر الثقافه نفسه قال لي يا دكتور هي ودنها كويسه قوي ما شاء الله، الحاجات اللي احنا بنعلمها لهم في شهور هي بتطلعها يعني على طول. يعني حضرتك ما ينفعش تتقولبي ان تتحطي في قالب. بالظبط بالظبط. ما ينفعش تتقولبي. عايزه يعني تحسي بمتنفس. والحمد لله بقيت عندنا، كان يوم الجمعه ده في بورسعيد، احنا عمارتنا كانت البلكونه كبيره قوي قوي، كل الاوض على البلكونه دي. فالبيانو بتاعي محطوط في الاوضه بتاعتي، فكان كله بقى المستمعون بقى، وخصوصا اول يوم بعد اغنيه الست ام كلثوم، فكان يطلبوا مني بقى مقطع منها لان سمعتها وبطلعه. تعرفي حضرتك لما بتقولي كده عماله الصوره بتخيل عشان احس ان انا يعني شفت، كانه شفت مشهد. اتفضلي. وبعد كده بيطلبوا بقى، طب عايزين اغنيه عبد الحليم حافظ مش عارفه كذا، وعايزين اغنيه كل ده سماعي. وهم في البلكونات يعني انا في الاوضه بتاعتي بالبيانو ما شاء الله. وبورسعيد كانت هاديه قوي زمان. يعني فالصوت واصل حلو قوي 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 يعني. فدي كانت ذكرياتي. دي بقى ذكرياتك مع الموسيقى. مع الموسيقى والبيانو. طيب نرجع تاني لما قعدتي في فتره اللي هو كورونا، وقعدتي وابتديتي يعني تخطي اول خط الكتاب في الكتابه. واول حكايه. طب ايه اللي حصل مع نوني وحكاياتها وايه ما هي دي بقى ابتدت نوني بقى ابتدت نوني تتكلم نوني بدات تتكلم نوني ابتدت تحكي
يا نوني بتحكي. لان انا مشتركه في جروب اسمه القصه القصيره على الفيسبوك. والجروب ده فيه عتاوله ما شاء الله في الكتابه، يعني بتبقى حلوه قوي قوي قوي. انا جاست يعني هي واحده دخلتني فيه. يا ربي طول ما انا قاعده ما شاء الله الردود بتاعتهم حتى بيردوا على منطقيه بعض حاجه كبيره قوي قوي. طب انا ايه اللي مدخلني جروب زي ده وانا ازاي هرد على حد؟ المهم رحت منزله الحكايه الاولانيه على الجروب، اتبسطوا جدا لان هم كلهم اغلبيتهم بالعربي الفصحى وانا عاميه. فاتبسطوا قوي من طريقه السرد الحمد لله. فلقيتهم هم اللي شجعوني. طب هايل، هم اللي شجعوني حقيقه. هايل. يعني قديم بالفضل فعلا لمدام ناني نصير، لان هي اللي عامله الانشاءت نادي القصه القصيره في على الفيسبوك. وهي اللي شجعتني جدا جدا في الحقيقه، واعتقد ان هي اللي دخلتني فيه كمان. كمان. يعني ابتديتي تحكي ونوني تقول حكاياتها. أيوه. ايه اكتر حكايه بعيدا بقى عن الحاجات اللي تأثرتي بيها في البدايات حياتك والتهجير وألمه وبدايات وألمها، بتحكي ايه؟ يعني فاكره يعني كتبتي ايه قريب؟ لا انا بقالي كتير ما كتبتش لسبب ان نوني ما بتحكيش. لا ما بحكيش. ليه نوني ما بتحكيش ليه؟ عشان عملت كتاب يعني؟ فاضية. عشان عملت كتاب يعني نوني عشان عملت كتاب هتبطل؟ لا هو هي مش فاضيه، بس هي دي الفكره عندي، احب قوي اشتغل بايدي. لو عندي وقت هقضيه في الوركينج شوب، الوركينج ستيشن اللي عندي. يعني اشرف مديني اوضه صغننه كده، هي مش صغننه، معقوله الحمد لله. دي عم بعمل اشرف ده زوج حضرتك، زوجي العزيز. ده السبورت بتاعي وده ظهري وده الباك بونز بتاعي. الباك بون بتاعي فعلا. عمود الفقري ليا. اتعلمت منه حاجات كتير قوي حقيقي، واحنا قد بعض تقريبا، هو اكبر مني بشهرين. ربنا يديم عليكم يا رب، يديم عليكم الموده والرحمه والحب والاحترام. يا رب. يا رب. لان اولا لما بيكون في شريك بمعنى كلمه شريك هتفرق. اكيد جدا. جدا. لان لكن مش زوج بس. لا هو شريك. شريك. صح. شريك. صح. مشاعرك. صح. شريك فرحتك. حقيقي. شريك زعلك. شريك احباطك. شريك فرحتك. هو شريك حقيقي. طيب احنا بقى يعني عايزانا ندخل لإيه؟ إن إحنا عملنا كتاب ولا ندخل للنحت ولا ندخل لإيه؟ هو أكتري بعد إحنا قعدنا فترة في أبو ظبي، والفترة الأولانية كان أشرف هو هناك، وبعد كده لما الأولاد دخلوا الجامعة ابتديت أنا أروح أقعد فترات أطول. عارفة لما بتقعدي تربي 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 وإيه وإنتي ضمن الحمد لله آسر آسر وإسلام. يعني هي يعني الأستاذة منى والدة الفنان المحترم المثقف آسر ياسين، وايضا هو مهندس آسر ياسين والمهندس اسلام، والاثنين ليهم دور معاها كمان. لان لو احنا اتكلمنا هتلاقي ان في تشابك وفي تشجيع وفي مشاركه في مراحل كتير ونقلات حصلت مع حضرتك. ده حقيقي. ده حقيقي الحمد لله. يعني في عندنا صور بقى الاستاذه رشا يعني زميلتي العزيزه هتنزلها ان شاء الله. دخلتي ورحتوا ابو ظبي، ايه اللي حصل بقى في ابو ظبي؟ فانا واشرف بس في ابو ظبي، وكنت بنزل فترات اجازات، يعني مش اجازات حسب تطلب وجودي في مصر بنزل على طول. اوكي. ابتدى خير اللهم اجعله خير هنفتكر يا رب. ولا يهمك. ابتديت نزلنا فاينل بقى خلاص نهائي خالص من ابو ظبي، وانا عندي 63 سنه، احنا الاثنين عندنا 63 سنه انا واشرف الحمد لله. ابتديت اتعلم حاجات جديده. ابتديت نيفر تو ليت. نيفر تو ليت طبعا خالص، ولغايه دلوقتي انا في حاجات لسه حاجزاها كمان ان شاء الله عشان اتعلمها باذن الله. كان اول حاجه آسر حجز لي في بتاع ده، كان كورس نحت، وهو كان الارت كافيه هم اللي كلموه عشان في الكورس. آسر بيشتغل على نفسه كويس قوي ما شاء الله ما شاء الله. سواء نحت سواء رسم سواء قراءه ما شاء الله، واخوه نفس الحكايه ما شاء الله اسلام. فقال لي ماما في كورس نحت، ايه راي حضرتك؟ قلت له والله انا عايزه اعمل بيوت، لان بحب قوي بعمل بروجكتس في الجنينه، والبيت عندي مهم قوي. البيت هو المأوى، هو ان شاء الله اوضه بس هو ده اللي بيجمعنا.
انا لما الدنيا بتمطر او الجو بيبقى صعب قوي 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 بروح قافله الشيش واصلي ركعتين حمد وشكر لله على نعمه المأوى. فالبيت عندي مهم قوي. ده يخلينا نقول المقوله اللي خاصه بالقضاء والقدر تقولها لنا، اللي هي خاصة ان انت بتؤمني بايه؟ بؤمن بال بال يعني بال انا هقولها لك لا والله مش هسكت يعني. هي انا يعني حضرتك كاتبه بتقول انا مش مستسلمه للقدر، لا لكن انا مسلمه بقضاء الله وقدره. بالظبط، الحمد لله. وهو في الاخر احنا استسلمنا لقضاء الله وقدره، هو ده يعني الطريق ان احنا نعرف ان احنا في حاجات في حياتنا احنا مسيرين فيها، الحمد لله. وفي ابتلاءات بتجيلنا احنا بنرضى بيها، ده حقيقي. والابتلاء فيه نعمه، والنعمه والمنحه بتاتي من قلب المحنه. بالزبط. ده حقيقي، دي حصلت لي بقى انا. يعني انا في محنه الكوارنتين انا في حاجات كتيره طلعت نوني، طلعت الكتاب الحمد لله. اتعرفت على احفادي لانهم معانا كانوا في نفس البيت، فطالعين نازلين هاي باي وخلاص، يعني لان تمارين ودراسه وبتاع وكده، الصيف بيسافروا بيروحوا المصيف واحنا بنقعد في مصر. فانا فعلا ما قضيتش معاهم وقت. ابتديت اتعرف عليهم واحد واحد، كل واحد عندنا البرنس وعندنا اللي كذا واللي كذا وكذا. البرنس دمال البرنس ده بيعمل ايه؟ عندنا البرنس ابن اسر ولا اسلام؟ اسر الكبير ده كابتن الاحفاد ما شاء الله. وعندنا لاعب كوره كمان، لعيب كوره امين اسم الله عليه حبيب قلبي ما شاء الله. وعندنا برنسيسا دي بنت اسلام، وعندنا كابتن برضو تايكوندو ده نوح ابن اسلام ما شاء الله. وعندنا في زنزن الصغنن ده زين بقى، ده اللي ايه اللي يعني لسه ما بانش قوي الشخصيه بس اعتقد بتاعته. ان هو في هذه البيئه هيطلع حاجه مختلفه ان شاء الله، ربنا يبارك فيه. يا رب. نرجع تاني ونقول ان ابتدى اسر قال لحضرتك ان على الكورس بتاع السكالبشر وقلت له اوكي لو بيوت، قال لي طبعا تعملي حضرتك بيوت وسرايات، قلت له لا انت بتتريق بقى، قال لي لا والله بكلم بجد. المهم رحت معاه الدكتور اللي هو بيدينا الكورس، قال لا انا ده راس هنعملها، وحتى من غير شعر ولا حاجه خالص، عايز تعمل راس راجل راس ست، انتوا راس بقى راس وخلاص، ده المنهج. المهم ان انا عملت اسر بقى واحنا رايحين طبعا، فاسر بيقول لي مامي مش عايز في نص الكورس مقصوره، تعالى اعمل لي المناخير. قلت له انا مش عايزه منك حاجه خالص، انا رايحه انا معتمد على نفسي، انا رايحه اعمل بيت. لما الدكتور قال لنا كده طبعا انا يعني كنت ديسابوينتد قوي، بس المجموعه اللي معايا كانت حلوه قوي، وناس كان حلوين جدا جدا، والدكتور كان يعني متميز جدا حقيقي ما شاء الله، شاطر قوي. ده اللي خلاني استمر في الكورس، قعدنا بتاع شهرين تقريبا في الكورس. عملتي راس راجل ولا ست؟ راس، وعملت لها شعر، وبعدين قلت له انا هحط لها شعر يا دكتور، يعني هعمل لها شعر وكده. قال لي بس مش في المنهج، قلت له بس يعني دي بتاعتي دي بره المنهج. بره المنهج. وحطيت لها حلق كمان. اسر جه حبيب قلبي جاي جنبي كده وحط ايده على كتفي، قال لي مامي الراس ما بتفكرش حضرتك بحد؟ احنا الاثنين في وقت واحد قلنا ميوسة اختي الله يرحمها، الله يرحمها، بدون ولا صوره ولا اي حاجه خالص، بس حاجه جوه. بصي الجميل، الموسيقى سماعي والفن احساس، ده حقيقي. فالاثنين اجتمعوا مع حضرتك، الحمد لله. قدرتي يعني ترجمتي احساسك باختك ميسة الله يرحمها، فطلعت طلعت انت ما كنتيش مخططه خالص، واصلا انت رايحه عشان بيوت. بالظبط، مش رايحه عشان راس. فالراس طلعت ايه الشكل اللي حضرتك حسيتيه، وده بيبقى اجمل. لان يعني الاحساس يعني بعض الاحيان، يعني مثلا انا بنتي صغيره مش كبيره قوي، يعني هي حاجه 20 سنه، فبتقول لي ايه ساعات تقول لي انا فاقده الشغف، اقول لها فقدتيه من وقتي يعني؟ طب انا اقول ايه انت فاقده الشغف ازاي؟ احنا فعلا عايزه اقول من خلال اللقاء مع حضرتك، ازاي الواحد ما يفقدش الشغف؟
لو الواحد فقد الشغف دي صعبه جدا. مش كده؟ طبعا هي كلمه طبعاً. بتقولها بس لا صعب جدا. هي ممكن يعني مش عارفه يعني معناها اكيد هي شغفها ان ممكن تقوم بالسرير تقوم تروح شغلها. أيوة أي أيوة, أيوة, أيوة. انا مثلا لما ابتدي اعمل حاجه مثلا الكوليه زي اللي انا لابساه ده ما انا كنت لسه انا كنت هسكت يعني الكوليه اللي لابساه المهندسه منى دغيدي ده كانت عاملاه هي اللي عاملاه بايديها الحمد لله. يعني خدت تو كورسز في الجولري ميكنج اللي هو عمل الحوليه وانا يعني انا عملت الديزاين بتاعه وحطيته عندي بتاع كده كنت جايباها عندنا كنز على فكره اسمه خان الخليلي طبعا ده اللي بجيب منه كل حاجتي واحوش وانزل بقى ابضع منه خرز. لا هو اختيار حضرتك كمان نوع الحجر اختيار حضرتك للفضة يعني اللي مشغولة المأكسدة والمشغولة اللي هو مكفتة تكفيت الفضة احساس حلو وخصوصا ان انا كمان شفتلك معرفش موجود من ضمن الصور هتعرض اللونه الكوليه الاخضر ده رويل يعني في رياليتي كده يعني شكله حلو شكله مختلف الحمد لله. طيب جميل اكسسوارات وبعدين الموضوع ما سكتش عند اكسسوارات ولا الراس ولا النحت. خدت ديكوباج كمان كورس خدت 4 كورسز ديكوباج في الحقيقه 4 كورسز مع دكتور راجي هداره حقيقه وعملت يعني كان احلى حاجه ان انا عملت اول طبق ليا لحفيدتي في عيد ميلادها الاول بجد والله لذيذ قوي بنوته ماسكه بوبي كده بنوته بتاع برج ايفل وراها وبتاع ده كان اول حاجه انا اعملها واتبسطت جدا يعني لما تعملي حاجه انت بتعملي يعني هي ما تقدرش تلبس الحاجات دي دلوقتي لا طبعا فانما هتلبسها في وقت من الاوقات بس مش دلوقتي ربنا هيلبسوها اللي كان بيقول عليه كده الوقت طلعت هي معجبه جدا بذوقي الحمد لله حتى في اللبس حضرتك لو احنا بصينا موضه الاربعينات والخمسينات رجعت تاني حتى في اللبس ده حقيقي والوقت اللي يقول لك واو لكن يا جماعه طب ما احنا كنا بنقول ده يقول لك لا لما طلعت موضه دي موضه نرجع تاني الاكسسوارات عملتي بس مجرد الكوليهات ولا عملتي حاجات تانية فيها؟ لا هي الكوليهات اكتر حاجه عملتي انا بحط الكوليه على بتعمليها تلبسيها ولا تعرضيها طبعا اهو لا بس بتعرضي لا ما بعرضش ده ليا حاجتي ليا انا لا مش عامله كوميرشال خالص في اي حاجه ده جميل على فكره الاحساس ان انت بتعملي الحاجه ليكي ليا او تهديها زي ما اهديتي حفيدتك وفي حاجات مثلا لاصدقاء صديقات عزيزات جدا لو عجبتها حاجه بقول لها اتفضلي يعني بس انا ما ببيعش دي حاجه جميله لان انا اولا ببذل فيها مجهود جامد جدا سواء في وانا بشتري الحاجه او في وحاجه انا بجيبها ب 10 صاغ او بجيبها ب 10 جنيه بصي معروضه اهي شويه حاجات من اللي حضرتك عاملاها أيوة جميله جدا أيوة على الشاشه ده كولير خفيف قوي لطيف بس جدا بس فيري سلم فيري اليجنت الحمد لله جميل طيب نرجع تاني ونقول على الديكوباج لان هو يعني في حاجات كتير قوي الناس كتير قوي ما كانتش لسه عارفه عنه حاجه وحضرتك تاخدي 4 دورات وكورسات فيه حاسه هو اضاف لك ايه؟ بصي كون ان انا احط طبق عندي كده انا اللي عاملاه حلو ده حلو قوي جربتي تعملي على ترابيزات على لسبب عملت حاجات على خشب بس عشان حكايه التليفات اللي عندي في الرئتين لازم بصنفر كويس قوي وما اقدرش اصنفر واطلع لازم الحاجه تبقى حرير طبعا فطبعا هي حتى دكتور راجية نفسها هي طبيبه اصلا كمان وهي فنانه كمان حقيقه فهي اللي قالت لي منى بلاش الخشب خافت عليا لان الخشب فيه شغل وفي روايه صنفره لما تطلع الرعش بتاعهم هتطلع طبعا فده اللي خلاني ما يعني اطباق حاجات ازاز عامله برطمانات قديمه قوي ليه فاكره برطمانات اللي كنا بنلاقوها قبل ايه عند جدادنا فكرة.
اللي هي بطاقه المخللات ومش عارفه ايه دي عملت طبعاً عليها حاجات لذيذه جدا. طبعا اشتغلت عليها حلو قوي يعني جميل جميل ان تعملي بيسز او حاجات خاصه في بيتك وحطها في بيتي واقول ده انا اللي عامله ده دي كفايه قوي. اكيد اكيد وذوقها حلو كمان. طب مراتات ولادك حد اخذ من الاكسسوارات اللي حضرتك عملتيها؟ لا مراتات اولا عندي بنتي اميره دي مهندسه عماره هي ولا وحاجه ثانيه كانت الاول بتشتغل في مصنع معروف قوي قوي او في شركه معروفه قوي مالتي ناشونال لما جابت الولاد قعدت في البيت حبيبتي. بس دلوقتي لما الولاد كبروا شويه هي عندها مصنع وبتعمل فيه حاجات بتاعت اللي هي بتاعت الانرجي والحاجات دي اللي هي حاجات دي حاجات جديده احنا ما كناش بنسمع عنها. ما هي حاجات اللي هي بتاعت اللي هي بتزود الطاقه وتعمل وتعمل تبعد عن الطاقه اللي هي الحاجات الباد انرجي بالظبط. بس لا هي مش حكايه هي بتعمل حاجات اكل الباد انرجي الباد انرجي والحاجات دي والبوزيتيف انرجي والنيجاتيف. انا فكرت اللي هي حاجات الاحجار والحاجات دي لا هي اكل بار كده حاجات للطاقه للجسم. اوكي تمام. وبنتي الثانيه وانتوا ايه حكايتكم يعني انتوا حتى بتعملوا حاجات غير تقليد يعني رايحين لا ده الجيل الجديد احنا بالنسبه لنا احنا دي حاجات جديده بالنسبه لنا. ايوه طبعا بس هي برضو اختارت حاجه مختلفه. هي مهندسه وكانت شاطره كمان في شغلها ما شاء الله قوي. تمام. عندي بنتي الثانيه جميلة ان حضرتك بتقولي عليهم بنتي ده احساس حلو قوي ومحذرة اولادي اي حد يزعلهم بس ربنا يدي لحضرتك الصحة لان دي حاجة جميلة ان يبقى فيه ود وفي علاقة فيها تواصل. اكيد لان في الاول وفي الاخر حكاية نظام حماتي ملاك وماري منيب والكلام من ده احنا بصي احنا مع بعض كلنا في بناية واحدة. ايوه فلازم للحفاظ على السلام العائلي السلام الدولي والأمن. الدولي فلازم كله يبقى مستتب يعني. طيب بس الاول اقول على بنتي كنزي حبيبتي دي كنزي اصلا سياسه واقتصاد جامعه امريكيه وبعدين هي دلوقتي عامله مشروع للفيت ستوب الرياضه والحاجات دهيت ما شاء الله وعامله شغل كويس قوي قوي ما شاء الله عليها يعني فدول بناتي زوجات اولادي. طب احنا برضو هرجع تاني اتكلمنا على الـ 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 الزوجات. عايزه اتكلم قبل ما ادخل على الاحفاد اتكلم على اولاد حضرتك آسر واسلام. ايه اللي كنت حريصه عليه حضرتك وزوجك ان انتوا تحطوه من البدايه وتخليهم يعني يتدرجوا معاكوا ببعض الحاجات اللي زرعتوها جواهم؟ اكتر حاجه حرصتوا ان انتوا تزرعوها جواهم زي ما احنا تربينا بالظبط حرصنا على الحاجات ان هي تتنقل ليهم بالتبعيه. اولا الرياضه حب الرياضه او ممارسه الرياضه وحب ممارسه الرياضه. انا شايفه في صور اهي دي صوره اولاد حضرتك دي أيوة دي واحنا في تركيا يمكن لا دي في مصر في المتحف الروماني في مصر في اسكندريه المتحف قوي 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 بصي اسر كان قد ايه واسلام قد ايه دي من حاجه 30 سنه يعني واخداهم المتحف بس ما تقوليش عليهم زمان قوي لان ممكن اسر واسلام يزعلوا لا من زمان قوي يعني بصي احنا ممكن نقول زمان قوي واحنا بنسكت لكن هو هتقول الرجاله قاعدين في حاله زمان قوي. اسلام مثلا كان 4 سنين واسر كان 6 سنين مثلا او 6 و8 مثلا بس مش قوي اسر واسلام طيب اشرف كان حريص جدا جدا يعني ان هو لازم يروحوا بتاع المتحف الروماني مكتبة اسكندرية ده مؤخرا طبعا القلعة الحاجات دي كل الحاجات دي طبعا حريصين جدا عليها وأشرف بالذات حريص قوي أكتر لأن أنا ببقى مجهدة جدا يعني في القلعة أنا ما قدرتش أروح معاهم عشان المطالع والحاجات دي أنا رحتها طبعا 600 ألف مرة قبل كده بس معاهم وهم صغيرين عشان يوري لهم الحاجة كان أشرف في الحقيقة جميل. فنحن مشتركين في الفن الفن أخباره طبعا يعني آسر ياسين فنان غني عن التعريف وأخذ هو برضو الفن عنده مش تقليدي هو مش ممثل تقليدي الحمد لله هو ليه طريقته وليه نكهته الخاصة الحمد لله حكاية الفن
وان الفنون باشكالها المختلفه اللي موجوده في هذه البيئه اثرت على اولاد حضرتك بشكل او باخر ازاي؟ بصي، هو الفن حاجه ساميه جدا اكيد، واكيد لو في واحد فنان عنده حس فني فده بيبقى حاجه راقيه قوي 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 اكيد. مش عارفه يعني. طب اتجاه هنا الاثنين مهندسين مش كده؟ كلنا مهندسين ميكانيكا، البيت كله مهندسين، كله ميكانيكا كمان. البيت كله مهندسين، كله ميكانيكا. طب ما شاء الله ما شاء الله، ومحدش اشتغل بيها في المهنه دي؟ لا اسلام اسلام لا اسلام طبعا ما شاء الله مهندس يعني يعني ايه يشار الي بالبنان يعني. شفتي بقى؟ عشان انا معاكي. جميل، لان هو اكيد ناجح في مجاله، لان هو شايف نماذج او اتربى على ايد نماذج ناجحه ومحبه للنجاح، لان هو الواحد لازم يبقى بيحب ان هو ينجح. ده حقيقي. وبعدين على فكره دراسه الهندسه تخليكي تنجحي في حاجات كتير جدا. يعني ما اعرفش يعني بتختلف عن الدراسات الاخرى كلها، انما دراسه الهندسه ليها بتخلي الواحد افق متسع جدا جدا. وتعملي حاجات كتير وانت تتخيليش ان انت ممكن تعملي حاجه زي كده. تمام. بعكس الطب مثلا دكتور، انا على فكره والدي دكتور واخويا دكتور ونص عيلتنا او ثلاث ارباعها دكاتره اطباء، ولكن بيبقى هم التقدم بتاعه ان هو يقرا في الحاجات الجديده. بس والله في اطباء بعض الاطباء عندهم شعر وموسيقى طبعًا موسيقى طبعا ايوه طبعًا. الاحفاد بقى يعني اخبارهم ايه بقى في ده؟ ولما استكشفتيهم في فتره الكورونا شفتيهم ايه بقى ازاي؟ احنا طبعا بينزلوا لي الساعه 7:30 الصبحيه. احفاد 7:30 احنا بنصحى بدري كلنا الحمد لله. احنا كلنا بيسموها early birds يعني. اوكي. فبنصحى بدري كلنا الحمد لله. بينزلوا فترانين تقريبا ممكن، او بس ممكن احنا وانا بحضر الفطار مفيش مانع بتاع قرقوشه بجبنه من جده او من نوني او كده، وهم بيقولوا لي يا نوني. حلو. عشان انا ما بحبش ان هو يقول لي يا منى يعني. او دي عندي مهينوني دي ما هي الدلع. هي الدلع، بس زي كانوا بيقولوا لمامتي مثلا النو. اسر وسام بيقولوا لمامتي انا النو. انا كنت بقول لجدتي يا ستو. تطورت بقى الى نوني بالنسبه لي انا يعني. حد فيهم بيشاركك في الاوجه الفن المختلفه؟ مين اكتر حد؟ اكتر حد يمكن دليله الصغيره. بتقعد معايا وانا بخيط، بتبقى مبسوطه جدا. انا بعمل شنط خوص كمان يعني. ما قلتليش يا جماعه نكتب شنط خوص. واحد شنط خوص. ايوه اهو شنط خوص. ما شاء الله. بحط الشنطه بجيب خوص الشنط اللي بتتباع على الرصيف كده يعني، وبحب بحط عليها حاجات وكده اهوت، وبعدين احطها لسه انا حاسه لسه الشنطه ما خلصتش. بتضيف عليها حاجه ولا هي بس؟ لا بضيف عليها حاجات بقى. يعني مثلا انا كنت في بلد بره مشهوره مثلا بالليمون، اجيب ليمونتين ثلاثه ودول هيتحطوا على الشنطه دي، تبقى دي الشنطه بتاعت البلد دي. بلد مشهوره ليمون طبيعي؟ ليمون لا سيراميك. لا مش ليمون. انا قلت عندنا ليمون حلو قوي هنا. طب تمام. بلد مشهوره بالزيتون، اروح بجيب معايا زيتون. زيتون طبعا سيراميك او بلاستيك على او احطه على الشنطه بطريقه حلوه كده. واحط الشنطه، وطول ما انا رايحه جايه ابص عليها، دي ناقصه كذا، ادخل احط حاجه واروح طالعه. هي بقى تشوف الشنطه محطوطه، فلقيتها دخلت مره وبعدين عملت حاجه وراحت طالعه. اول ما حست بيا راحت طالعه جري. فبعدين بقول لها دليله تعالي، انت كنتي بتعملي ايه جوه؟ قالت لي I put something. قلت لها طيب تعالي وريني. انت حطيتي ايه؟ فلقيتها حطت حاجات لذيذه جدا. حطت فرقت في شكلها. تصور وسبتها. الوقت مع حضرتك بيجري، عشان كده انا عايزه سريعا تقولي لي نشاطك اليومي بيبتدي بايه؟ انا يعني شايفه بتسقي زرع، بتعتني بالزرع. الاعتناء بالزرع ده حاجه بتنمي حاجات جميله قوي جوانا. طول ما انا واقفه في الشباك اسبح بحمد ربنا من الخضره. وبعدين ما تلاقيش حاجه شبه يعني، ما فيش لون اخضر واحد. ده 600,000 لون للاخضر.
درجات طبعا درجات، ودي الشجره دي خضرها غامق ودي فاتح ودي مصفر قوي زي بتقولي تسقي الزرع بنفسك الصبح؟ لا اسقي الزرع ده شيزمي. انا بشغل البتاع اللي هو الاوتوماتيك اللي هو بس بدخل انا لازم اقلم الجنينه انا بجد؟ اللي بقلم طبعا لان انا عامله اشكال، يعني مثلا عندي شجره توت اسباني كده نازل فروحها نازله لتحت، ففي تحتيها الاقزام مثلا عندي 7 اقزام، فدي ده البيت بتاعهم، فلازم اقلم بحيث ان الاقزام يبقوا باينين. في واحد قزم كده ده مسمياه ده المايسترو بتاعهم المأنتخ عامل كده، فده لازم اقصره حواليه. والله علشان حكايه حضرتك حكايه، والحوار معاكي دخلني في حكايه ونوني وحكاياتها. وعلى فكره انا يعني بهني حضرتك على الكتاب وتوقيع الكتاب، الف مبروك. وبتمنى ان اشوف نوني تفضل تحكي حكايات يا رب. وتحكي يا رب. حكايات يا رب. عن الحاجات الجميله اللي كل يوم بتتعلمها، وربنا يديم عليكي الصحه يا رب. والعافيه حضرتك أسرتك كلها. سعدت النهاردة بصحبة فنانة مبدعة مصرية أصيلة محبة للفن سماعي وبقلبها وإحساسها، المهندسة والكاتبة منى دغيدي. شكرا لحضرتك، تسلمي، نورتيني. ألف ألف شكر، ربنا يخليك يا فندم. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا في زينة، لكن فترتنا مفتوحة ما زالت مستمرة. بعد الفاصل هنلتقي وطعم البيوت والزميلة العزيزة دعاء عبد المجيد.